احنا نزحنا من ادلب اجينا لاجئين لانه بسبب الفقر والحروب. عندي 5 اولاد، من اصغر ولد عمره 10 شهور، اخر ولاده لي انا ولدت بالليل. اضطرينا انه جوزي يمشي مسافه بعيده ليروح يجيب لي سياره اني اروح اولد عند القابله برا. السياره اللي بدها توصلني بدها تكاليف عاليه لحتى توصلني على المشفى، فالقابله اقرب على البيت، فلذلك التكلفه اقل. من فترة سمعنا إنه في مرة خلفت من ببيتها، وكان صعوب عليها إنها تطلع من بيتها لبرا هي لحالها، حتى ما كانش في عندها حواليها حدا، وما قدرتش تصل للمشفى وخلفت البيت. ما راح وصلوا لعندها القابل اللي راح يجيبوا لها اياه، لقوه متوفي جنين. في نقص مثلا الفيتامينات مش موجوده عندنا، هاي مهمه لكل حامل. عم نعطي مثلا باول الحمل الفوليك اسيد والبيبلس، هذا مش موجود. بالاشهر الوسطى بالاشهر الاخيره بدنا الكلس، بدنا الحديد، هذا كله مش موجود. بالنسبه للموانئ مش موجود عندنا، بالكاد بيجي لاسبوع لشهر بعدين بنقطع. اللوالب مش موجوده، بنخلي المريضه تشتريها حسابها، احنا بنركب لها اياها. المواصلات صعبة، الأماكن اللي ساكنين فيها كمان بعيدة، أمشي مسافة طويلة لبين أوصل على الشارع العام، تلاقي لي سيارة هات توصلني وهات ما توصلني، وأحيانا أجي مشي. يعني صارت البنت تتجوز بال13 وبال14 بس الحدود هاي غلط زواج، هذا بروحن بحمل يعني وهن بالسن الصغير، يصير عندهن عاد حالات اسقاط مثلا قيصريه. يوميا بيجن المراجعات ان كان حوامل او بعد ولاده، بنقدم الخدمات لهم بالنسبة للدواء، بالنسبة للمراقبة، في عنا إيكو اللي بدها موانع حمل، تركيب لوالب، يعني قدر الإمكان اللي بنقدر عليه بنقدم لهن إياه.